طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مرة ثانية كلامنا لسه في النقيب حامد. أنا قاعدين نهجي له، ما جينا قبل جينا، ما جينا عشان عنصرية ذات، جينا رضي جمال ها، وجينا رجال واقفين في التيرين ما أدري ها، ما قعدنا في دعوات نشرب كافي دور ونسيت وزرزر كتير وزرزر ده ها، أي نادي يا ها، أنا أنت معاكم كل مواعيد زي ما قلت لكم تدوروا نمشوا كلنا اسكر دائم سريع نمشوا شغل بقبايل انزلوا هنا تيري والله والله 24 ساعة ندور زول ده فكوتو ما فكوتو ده منطقة قاعد فوق دنجري ده والله نمشوا انا قاعد نعجي معاكم ده كل قبيلة على شمال كده ما جينا جبال لقبيلة ولا اسيد قبيلة على النور زعوا عرب كمان بر نمبز والله نمبز وكلنا والله في دري دري والله طلع والله قاعدين ماشيين ها والله والله زي ما قريت لكم 24 ساعة فكوتوا فكوتوا ما فكوتوا ده خليه يشوف جسمنا قاعد نادم البقي صغير ده خليه يدس فوق باش يمشي فوق الله اكبر تفضل يا جناب يلا بعدين يا ناس دب كلها دب الناس اللي طولوا الدعين 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 الزول ده لين اديناكم 25 ساعة اذا زول ده فكوتوا كان بها ما بكيتوا وقال لي لان حديد من المقدمة نحركوا والله كباب بس نجوكوا هناك كويس معكم بسم بالله الضعين ولا امريكا هاي بنجوكوا كباب بس وين المجموعة الخامسة قلت هي يا الحسن البيتي الله اكبر والله العزة لنا والعزة الاجايس واخوان الدعم السريع الله اكبر ودايرين ها شغلة دي تواسي كده سويتوها انظرية عديد كويس معكم ها والله العظيم نحن اقسم بالله العظيم ما دارين قبليات لكن انتوا اذا سويتوها قبليات نحن والله العظيم ثاني من الكف وانتوا والذين استقبلوا وذاك ما نعملوا باي هاي نحن ما قبلنا من ربنا الخلقين فقدنا الطال يا اخي فقدنا الطال يا اخي انتوا دايرين تجي الليله دايرين تقول لنا دا وتسوي لنا قبليات وتسجلوا لغة نغيب كامل انتوا منو زاد انتوا تبقوا شنو زاد انتوا عندنا تعالوا لنا الميدان بس انا جيت ما عندنا كلام اثنين في الميديا مين الله علينا في الميديا ما طلعنا ولا في لايف ولا في اي حاجه الله يخليك لان زيتوا دايرين لنا ها اطلعوا لنا الميدان اقسم بدين ايمان حديث ده هسه والله نحرقوا والله العظيم ده في ساعه ده نقول والله العظيم ده الفضل والله ضحى والله اقسم بالله وكان دايرين لنا ها كان هذا جزء حرارتنا من عندنا 25 ليفل اذا كلام ده ما زو يجيبونا هنا يلا انتوا اول حاجه انا عندي كلام الناس اللي مسكوا الزول ده اول حاجه شغل ده دارين تقسموا قبيله ورونا عند الشغل ما دارين تقسموا بقبائل ده قبيلة على الزقاء وعرب كمان كده والله في أي بلد الله أكبر والله الله أكبر والله من الناس من زمان ما عارف إنه قبيلة على الزقاء وعرب من الناس ما عارفينه لكن السنة ده خلي اسم على الزقاء والله كمان كل عرفه في أي مكان تجين ويني ده مقدم الليلة تلقى فوق قدام عربات قدام ده إلي زقاء كمان الله ها وانت ناس ما شفت زول ده 24 ساعة بس زول ده فقوته فقوته ما فقوته والله نحن والله مسفرية الخامسة والله نجوك طبابة والله نسوي فوق الله يعني وده عربات دي كلها قاعد مني ناس في المقدمة في سنار كويس والله ده تحية لكم توصلكم ولا أي زول شو هل ده شو هل ده بيجي في جناب حسن ثلاث سنة قاعد سجن ثاني في دورة تصرف في النغيب حامد والله 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 ما يبقى ما يبقى والله ما يبقى والله قلت بس رجال ده انزلوا لنا التيرين ده ما شو ده اللي ده نادم واحد ده انت دورة تطرق من فوق كله تطرق لكن انزلوا لنا التيرين تاني نادم ده فكوكا ما فكوكا ده والله ما اكلك والله نعيش كراسي انا ما قاعدين ننزل في اعلانات ولا كده لكن شيء ودي اذا ما نتنوا له فوق ده وصلت والله جيت لنا فكيت هذا ما فكيت هذا بس على النيانة ما تقول نادم لا وصل لنا شو الآخر كايت لا لا آخر ما خلاص آخر ده منا ده تمشي لو ما جي وباش لو ما جي ده كان تعرفه ما تعرف شو ده سخن سخن ها والله ده ويدا وجه هذا شيء هذا شيء هذا شفت شو ما قاعدين نتكلم شو ده تشيفه ها ده بسريع هذا ما أبوك أنت هذا ها ده بسريع أنا برا جدا ما أدري
شغل ده تاريخ تعرفه. الله أكبر. تعرفه. ها تعرفه تاريخ ده. سلام الله أكبر. وبعدين ها. ونينا. هنا عيالك شغل ها. والله أقسم بالله شغل هنا في دربك سايلون زي كلامك أنا هنا وبعدين نركب فيها هناك الرجال ها. هنا والله زي كلام هنا في دربك سايلون وأنا أقول نركب فيها هناك الرجال والله. وكان ده أنت جربونا ده ها. ميدان جاي. ميدان جاي. الله أكبر. الله أكبر. نسيت لخانته والله ورا ما. أنا شباب انكملت الله أكبر. اثنين بس في أي مكان نحن موجودين والله.